شوف ما تديش لي على هذا الماكياج ها نتوما، انا راه عيفتيح ما تخلعو ما والو، حيت دابا انا خارجه وملي تنكون خارجه كندير هذا الميكاب، ولا بعض المرات بديت تكون نعسه بالليل راكم عارفين بلا ما نبقى نعاود لكم في السيناريو. البلان وما فيها الخوت هو ان فتيحه سمحات لراجلها باش يعاود يرجع للدار، ولكن بشروط، ما ياكل ما يشرب ما والو. ايه راني مريضه، راه اللي شافك انت راه قلتها لك، انا واش اللي شافك انت ما مرضتش؟ راني شافك انت راه يولي يضرب بالحجر ملي باقي. انا بخير كامل. شوف شتي داكشي اللي بغيتي، لا داكشي اللي بغيتي والله لا وصلتيني، والله لا حطيتي فيا. ايه ما تفهموهاش غلط، ما تفهموهاش والله، لا حطيتي فيا كتعني عندها معنى واحد. ودابا هو من اللي بقى فيه الحال وما بقاتش كتعطيه الحقوق الزوجيه، قال لي انا نبقى غير حاضيك انايا، انا ما عندي والو في الحياه، انا ما نديروش حتى حد ما غيدير. بعدا شي واحد ما يقيسك وانا حاضيك، اوعي حاضيك كنعس انا مع الجن، الجن عايشة مع حياتي. أنا ما حنطر، عايشة ما حنطر، أنا حمقى، أنا حمقى خليهم يطيروني. فتيحة والله ما كتشد بالله، كيبغي يدوز ليهم هنا كدوز ليهم هنا، كيبغي يدوز ليهم هنا كدوز ليهم هنا. دابا هي اللي كتصرف، هو ما خدام ما والو، يعني هي السبع ديال الدار، كيدوي كتعطيه اللوجه. سيري يا صاحبي، خد حتى ديك القهوة حط طيب. وي والقهوة مالك راه ديالي. ديالك؟ أه ديالي. ياك؟ يلا شربها، يلا شرب دابا القهوة، يلا حاجه نعمه ديال السيد ربي هكا كنا ندفن فيها وغادي نشربها، راه خليها يلا مزيانه دابا عقلتو باش كنا صغار وكيكون عندنا ساندويتش كيقول لك شي واحد عطيني ندوق، كدير ليه تف تف كتقول لي هاك يلا دوق دابا دوق. قسما بالله خوتي الا اش غنقول لكم، الا كاين بعد عيالات الا زايدين فوق الدنيا بحال الرجال، قسما بحال الرجال، علاش؟ ماشي ما تنعممش، ماشي ما تنعممش على كل شيء، ولكن كاينين بعض العيالات بحال راه بحال الرجال، حتى هما كاينين يعيشوا وحدين زايدين. دابا في هاد اللقطة انتم غادي تقولوا راه جبدات اللحم ولا جبدات بولفاف ولا داكشي اللي قلت أنايا، ولكن لا فتيحة ما عندهاش مع اللحم. الماعز هما جابداهم كتقطعهم اختي رونديل، كتقطعهم رونديل، شوف هادو راه خليوات باش ما تسحبش كل شي حاجه اخرى، كتقطعو شوفو هانتوما، انا غناخد وحيده حيت وحيده غادي تكفيني. دابا انا تسحبني غادي طيبهم غادي تاكلهم، ساعة ما طيباتهم شوفي فين دانتهم. الناس اخوتي ملي كتمرض ولا شي لعبه كيديرو الحمار ولا شنو هاد السيدة حمقى بوراقة الصراحة فهمتي، واخا دابا كاع رجع معاك ما تبقاش ديك الشيء اللي دوزت معاك في الواد، ما تبقاش ديك اللي حبة علاش انت هي كارهاني كاع ما كتحنيني كاع سبحان الله العظيم بحال انا عدوك ولا شي قارة ولا ما فهمتش شتي دابا ملي كندير هادو الله الله دابا هضرت تتعيا هانتوما البنات ديرهم بحال هكا وردوا عليا الخبر هانتوما هانتوما البنات استافدوا فين ما تجيكم الشقيقة ولا السخانة شدوا شي لوا وطحنوها وقبل ما نساليو هاد السطوريات هادو فتيحة عطاتنا واحد المعلومة جديدة هاد المعلومة اللي عمرنا ما سمعناها. شوف والله العظيم شوف خوتي هادي رسالة بغيت نوصلها لكم، الله يسهل لكم بارطاجيو هاد الفيديو باش يوصلك شوان اخوان، واقيلا هذا راه خوه راه واقيلا كانت مو والده وتلف ليهم، والله العظيم راه نفس الديكور نفس ديال هذاك كحيحل، واقيلا واقيلا والده مع شي صيني قالي وهذا لا لا موت الاخر ام عبوس الله يرحمها كانت واخا هكا كان عزيز عليها ما نبغيش انا نجبدها بشي حاجه خايبه. هذاك مو واقيلا كانت والده هذا واقيلا عبوس مربي عيل هذا والده مع شي واحد بيض والاخر والده مع شي صيني قالي اجي دي عليا خويا اخوك دي ماشي خويا، اما انت راه اش غادي نقول لك، راه النهار اللي جبتيني كحبتي معايا الضواصه